طيب سؤالي اللي جاي ليك يخص لاعبين مصريين، هل طلبت ضم لاعبين مصريين آخرين لفريق الخلود السعودي أثناء توليك المهمة؟ أكيد طبعا. أنا من وجهة نظري كمدرب أنا عيني على لعيبة مصرية كتير، ولكن في الأول وفي الآخر القرار مش ما كانش لوحدي إن أنا أقدر أنفذه، ولكن مش هقول إن في ثلاثة ولا أربعة، بس أنا بالنسبة لي إن طبعا في لعيبة كتير مصرية أنا شايف إن هي كانت هتضيف لي كتير وقت ما أنا كنت مدرب لفريق الخلود، ولكن الحظ الأعلى بالنسبة لي كان إن أنا أضم ديونج، ولكن برضو هرجع أقولك إن القرار ما كانش بتاعي أنا لوحدي، كان راجع للإدارة، وأنا مش حابب إن أنا أتكلم أو أقول اسم حد بعينه عشان مش حابب أشتت اللاعب في النادي بتاعه حاليا اللي هو بيلعب فيه. لو هو بيتابع الحلقة أو هو بيتابع التلفزيون المصري بشكل دائم، فأنا مش حابب أقول اسم حد بشخصه يعني عشان خاطر يبقى مركز اكتر مع فريقه، ولكن مصر فيها لعيبة كتير تستحق ان هي تتضم للفرق الاوروبية او فرق تانية غير مصرية زي ديانج. انا عارف ان هو مش مصري، ولكن هو لعب في الدوري المصري وبالتالي كان يستحق ان هو يتضم للخلود السعودي.